ينهش شوف اش باها وينزل ثارب نادم مثل الطير شوف اش باها وينزل ثارب نادم مثل الطير شوف اش باها وينزل موش بذيله من نابس موش بذيله 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 روس الخيال شايل قهوة تعدل روس الخيال شايل قهوة تعدل روس الخيال شايل قهوة تعدل روس الخيال شايل قهوة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الضليعة الفضائية في برنامج رباط وهوسة وأهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه متابعي برنامج رباط وهوسه. حقيقه مثل ما عودناكم يكونون ضيوفنا من كل محافظه ضيف، ولكن اليوم ضيوفنا مختلفين جدا ولاول مره يجمعهم لقاء تلفزيوني. رحيم الغراوي وحيدر المالكي التوام الاخوي الحبيبين اتكلم بنيابه عنهم. حقيقه اللي شفنا نجاحهم بانجماع حيدر ورحيم. اهلا وسهلا بك رحيم. حياك الله واهلا وسهلا بك. اولا انا ممنون منك على حسن الدعوه. اهلا وسهلا وان شاء الله اكون خفيف الظل عليكم. حياك الله واكيد اليوم تعبناكم بخدمتكم وما قصرتوا. اهلا وسهلا الله يديمكم ويعزكم. حياك الله حيدر المالكي. حياك الله اخوي. اهلا وسهلا الله يسلمكم ويعزكم وشكرا على هاي الدعوه الكريمه الله يسلمكم يا رب. حياك الله واهلا وسهلا بدورك. شرفتونا اليوم الله يعزك. الحمد لله على سلامتكم. الله يحفظك الله يسلمكم بدورك. حقيقه مثل ما عودنا المشاهدين الكرام نبدا بموروث اي ونبدا ويا رحيم. اسمعك للشاعر والمهوال حسين السوداني. نعم. وبسجاد هوسه بحق الامام العباس عليه السلام. السلام الله عليه عليه السلام. يقول لو ان عباس حي يوم السبو موجود شا جاب الزلم من الشوارب قوت. لو ان عباس حي يوم السبو موجود شا جاب الزلم من الشوارب قوت وشا صاح الفرات وخلى يرجف خوف ومن الخوف خاف وسكن وسط الجود. بس عباس ما راد الضرر بالناس شا ولد الولد ظلت بلاي زنود. بس عباس ما راد الضرر بالناس شا ولد الولد ظلت بلاي زنود. وهذا القفل لبو سجاد هو معروف بالعمارة يعني بس ما حد يعرفه إلا يقول الشط والعسكر جابه يدق عليه. الله الله حسين السوداني الله يديم. أسمعك هوسة ثانية للشاعر والمهوال حيدر جبار الزبيدي. اي طبعا هذول يعني من كبار مهاويل ميسان. والنعم. نعم. حيدر يقول بحق الساده. اي يقول هلك قادت عشاير دون شدرت به. الله الله الله. هلك قادت عشاير دون شدرت به ومن تنقل للديوان تسهل يمهم الصعب. قانون العرب مبخوت مو ياهل يجي كتبه بس اهلك علي يمضون شي قضايه العتبه. يقول الظلم توهدن والحول عاقي الظلم توهدن. الله 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 يحفظك. الظلم توهدن والحول عاقي. الله الله الله. تحياتنا لهم طبعا. تحياتنا لهم مهاويلنا شعرانا الكبار. حيدر المالكي طبعا انا ما اريد اخذ بهاي الحلقه اكثر موروث. نعم. باعتبار سمعنا من ميسان. نعم. الله يحفظك. من العماره بعد. ماكو فرق ان شاء الله. من هالطاري. الله يبارك فيك. وانتم دائما طبعا ثنائي بكل ميدان تتواجدون. اي صح. رحيم الغراوي أضاف لك شيء شعرياً تحديداً شعرياً. نعم. أي رحيم الغراوي أخوي وصديقي وصاحب. نعم. فضل عليه هواي. نعم. الله يحفظك. الله شاهد كرار مو يعني كوداً قدام الوفا شيء. أي يعني رحيم أقرب الناس اللي ولا يهونون أخوتي وربعي. قلت لك في كل ميدان أنتم أشوفكم متواجدين يعني. أي. حتى على التواصل الاجتماعي. أي إن شاء الله ما يفرقنا أنا بس الموت. قصدي شعرياً من باب شعرياً أضاف لك شيء
هسه الصداقه والقرابه الروحيه والله هاي متواجده ان شاء الله. رحيم ضاف لي كل شيء، ورحيم يعني شو اسولف عليه قليل. اها اي شو اسولف عن رحيم قليل. الله يديمها ان شاء الله. ضاف لي كل شيء رحيم. لمن تحفظ؟ لمن تحفظ المهاوي؟ انا للعلم لا اقرا ولا اكتب. لمن تحفظ؟ اي ما حافظ. تحياتي للمهاويل ما حافظ، بس احفظ الرحيم. الله يحفظك ابو كراه. اي بعد الله شاهد. الله يديمها ان شاء الله. من كثر قلت لك الممارسه و... الله يبارك. الله يعزك. من هو رحيم الغراوي؟ انا بن بيت وحموله تستحو وتخجل. انا بن بيت وحموله تستحو وتخجل، موش ابن اللي يشد قطعه على ظهره وقام ويتفتل. الله الله. انا بن بيت وحموله تستحو وتخجل، موش ابن اللي يشد قطعه على ظهره وقام يتفتل. انا ابن اللي يطيح للستر مرات. الله الله. انا ابن اللي يطيح للستر مرات، موش ابن اللي يدور لضعيف عليه يتمرجل. أنا ابن اللي يطيح للستر مرات، موش ابن اللي يدور لضعيف عليه يتمرجل. أنا ابن الحفظ عرض الصاحب وغطاه. أنا ابن الحفظ عرض الصاحب وغطاه، موش الكشف عرضه ويفزع مهدل. أنا ابن الحفظ عرض الصاحب وغطاه، موش ابن الكشف عرضه ويفزع مهدل. أنا ابن الغرة كلها الما عليها غبار. نعم. أنا ابن الغرة كلها الما عليها غبار، روح انشد علي براحتك واسأل. ما بين الهز خصرة وراسه، ما بين الهز خصرة وراسه. الله الله. خذوا روحكم. والنعم. الله الله. والنعم. الله يبارك. الله يسلمك. حيدر حابين نسمع هوسات احنا اليوم. اي بخدمتكم. اي الله يسلمك. اي. يقول اتمنى وياي تمشي ومن مشيت ويا ماي، اتمنى وياي تمشي ومن مشيت وياي، تضحك بالوجه بس خنجر امك فاي، وجهت نار والشمات ملتمين تكوم بالحطب بس انا قلهم ماي علات شمت شماتي. اتمنى وياي تمشي وتوصل لحدي، خنجر بالظهر وتبوسني بخدي. ما يبكوز ويا الغير بس وياي متبدي، ما تلتم وتلمك روحي. اتمنى وياي تمشي وتوقف بصفي، اتمنى وياي تمشي وتوقف بصفي، وتسحق عالجمر لاجل اسم متحفي. من تشفي كلتنا منشل الجوعان، ليش تعضني من تشفي؟ ليش تعضني بتشفي ومن تفرق بطنك تلفيني؟ اتمنى وياي تمشي وتكشخ باسمي، ايه وهلا بابنتي قل لك لو اجيت امي. الله الله. اتمنى وياي تمشي وتكشخ باسمي، وهلا بابني تقول لك لو اجيت امي. تحاكيت ويا اخوك ومر علي الليل، شفتك من علي ترمي. الله وما اريد تقول الا جنازه. اتمنى وياي اتمنى وياي تمشي، تمنى وياي تمشي تقول اريد الكل يعرفوني. اها. ومشيتك سنين وياي واهلش كثر لاموني. من عدك اليت من عدش بعت نمن كنت جوعان، ما عوني جاليش تبز ما عوني. اتمنى وياي تمشي وتقعد ببيتي، مو مالت شوارع هاي مال بيوت تربيتي. مو مالت شوارع هاي مال بيوت تربيتي، تاكل منها من الجوع من تشبع عليش تدوس صينيتي. اتمنى وياي تمشي وتوقف قبالي،
أو ظنيت من أموت تموت هيك أنا ترى والي الله 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 أو ظنيت أو ظنيت أنا من أموت أو ظنيت من أموت تموت هيك أنا ترى والي ما حسبت بيها ولا إجت على البال انت تصير كالتالي وما يعرز زاد وما عوني اتمنى وياي تمشي تقول اريد ان يرتفع قدري نعم وما حسب الصدقه وياي حسبتك اخوي وياي من زغري مرايب بوجهي ليش تصير لكن من نفر ظهر سلايه تصير وتاذيني اتمنى وياي اتمنى وياي تمشي وجاين بلهفه وروحك من مشت وياي كلش حاسها مكيفه اخوي قبال عين تقول لكن لو مشيت تقول ما عرفه ويومي براي تحاتيني اتمنى وياي تمشي وقمت ما شيتك والأول مو الأخير بكل شي عديتك نعم تسد الباب ليش منك هب البيتك شنهش قالوا لك حاتيني تحياتنا لكم حياتنا لكم الله يحفظك الله جدا مستانسين حقيقة الله يسلم روحك جميلة الله يسلمك موضوع جدا جميل أنا حقيقة بدي أستغنى على الأسئلة ولكن هذا ما يطلبه الجمهور حقيقة تأمرون أنتم الجمهور أي حقيقة حيدر المالكي نعم المعروف انه كل المهاويل متفقين على ان الهوسه بصوره عامه الهوسه الغزل نعم ما يعتبرونها اهزوجه لا هذا حسب ليش حيدر من السؤالي ليش حيدر المالكي استخدمها اكثر من مره استخدمها حسب طلب الجمهور اها اي نعم للجمهور هذا لكن احسك من داخلك ما متعامل اياها اهزوجه لا 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 ما متعامل اياها لا لا بالعكس لا ما معتمد عليها لا هذا حسب طلب الجمهور يعني ايه؟ يعني انت مع اتفاق المهاويل انه هوسه الغزل ليست هوسه لا ليس هوسه الغزل لا ما لها تاريخ الغزل اي نعم لان طبيعتها حربيه الهوسه حربيه اي نعم الله الله يعزك رحيم الغراوي حبيب لو تخلى حيدر المالكي عن رحيم الغراوي نعم هل سيبقى هذا النجاح الموجود بالساحه لا أكيد ما يبقى مثل ما هو اليوم موجود أكيد راح يصير بي ضعف وراح يصير بي كأنما نقول خلة نعم لأن إحنا ناس واحد فاهم الثاني وواحد مكمل الثاني يعني ثنائي مقبول سلسلة شيء مرتبطة بشكل إن شاء الله رحيم الغراوي كامل إن شاء الله ما عليك خلة حقيقة أنا ودي أسمع منك هوسة تاهت الله اي بس بعد الفاصل حقيقه طلبوها هواية من الجمهور الله يديمك بالخدمه هاي الهوسه نعم اعزائي المشاهدين فاصل ونعود اليكم رباط وهوسه حياكم الله اعزائي المشاهدين الكرام عدنا اليكم من جديد برنامج رباط وهوسه مع المبدعين رحيم الغراوي وحيدر المالكي الله يدول قلبك حقيقه الجمهور هسه منتظر انه يسمع تاهت وضاعت علي خلوها تدلل انت والجمهور الله يسلمك تاهت وضاعت علي خلوها والحقيقه ويا كذب خبطوها تاهت وضايع علي مسراها والحقيقه اليوم وين القاها دنيا خربانه وزلمها وياها والسوده من البيضه شو شفشوها السوده ويا البيضه ما ترهم شلع هاي البيضه حلوه السود ما بيه النفع كتر ذني من ذنيك واقلعها انقلع والسوده من البيضه ما عرفوها فرق بالمفتوح ويسر مهر مثل فرق الطاق والهسه انكسر مثل فرق الراح وحزام الظهر مثل فرق النايمه وقعدوها كافي كافي من النوم وقعد يا بشر نايم انت الماي من حدرك عبر افطن بدنياك واسمح الخبر ركز ولا تغرك الناس وجوها الله يسلمكم الله عليكم حيدر المالكي المعروف انه المهوال يهوس بوحده بالميدان الهوسات اي وهذا الشيء متفق عليه
حيدر ورحيم المناوب هذا. نعم. أضاف لكم شيء إعلاميا أو يعني حتى يكون سؤالي أكثر؟ والله هو مو يعني لا مو إعلاميا، تعتبرونه إضافة للإهزوجة أنتم؟ والله مو هو إضاف للإهزوجة، نعم صحيح. أي. أكيد، بس هو أول ما دخل هو هذا المناوب. أي. أنا والأخ أخوي رحيم الغراوي. أي. إحنا اللي بدينا بيه. يعني أنتم دخلتوا المناوب للإهزوجة؟ أي نعم. أي إحنا. أي يعني هذا يعتبر إبداع لكم؟ إضافة لكم؟ طبعا إبداع، هذا إضافها. حلو. أي ما حد قبل هم مدخل انه يعني يعتبر هاي اول. اي بدينا بي احنا. اي اي الله نعم. شاهد. نعم. نسمع من عندك هوسي. اي تامر جرحوا يا جرحوا يا صاروا للسما طيب الله عليك. اي ما طيب شاب الشوف للعربان بس شايل قلب شايب. الله 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 الله. جروح البية كلها مقوضة وشياب. وانا جويح الجنت ما خاط للشارب ما اكتب فرح لو غزل عن فلان بس ضيم وحزن كاتب. الما يعرك خجيل بمعاتب الصحبان بعد المن تلوم عليه وتعاتب الخير ينقد لو ما حكم معروف وتشف ما يلاوش فوف لو عايب. الله الله يسلمك يا رب. تشف ما يلاوش فوف. الله الله يعزك. اسال رحيم الغراوي سيدنا الغالي، كثير مني يشوف انه المهاويل. نعم. وهذا السؤال يسألونه، من هو الآن متربع على عرش المهاويل في العراق؟ يعتبر رأس الهرم. نعم نعم. تحياتنا لكل المهاويل أخوتنا وربعنا. ما أعتقد أكو مهوالي اليوم متصدر فوق الكل. نعم. ظلت أكو مهاويل معروفة إعلاميا. ايه. لكن هو اليوم اللي يتصدر الشعر وليس المهوال. هذا شيء أكيد. ولكن نعم. من اللي تشوفه اليوم على رأس الهرم؟ والله ما أقدر أحدد لك أقول لك فلان. أها. نعم ما أشوف واحد مصدر حيدر المالكي. والله مثل ما تفضل أخوي رحيم الغراوي، حاليا ماك واحد. يعني شيء أبدع من شيء. يعني نعم. مجرد هوسة اليوم طلعت هوسة باشر تطلع غيرها. اي نعم يوصل بشعره للجمهور. اي اي فماك واحد واقف على المهاوي. نعم. شيء أبدع من شيء. بس اليوم الساحة تقول زيد من الناس إنه لا ماكو قصد. لا أنا خادمك أنا مسؤول عن هذا الكلام. قصيدة المنصة يشار بالبنان إلى فلان وفلان اللي هم يقفون على رأس الهرم اليوم. مو إيش معنى الإهزوجة ما بيها رموز؟ يعني يعتبر رمز الإهزوجة بالعراق أو بالعمارة تحديدا. لا نعم أكو يعني مهاويل واصلين. ايه؟ بس ما يقول أنا الأول. شنو أنا مثلا هذا اللي يحمد بروحه مبينة بعد ما حاسب. سيدنا مرخصتك، هو الإنسان دائما الجمهور اللي يميزه. أكيد. اليوم الشاعر أو المهوال إذا قال أنا أي. ما أعتقد يوصل. هذا فشل إعلاميا. نعم. محلات الإنسان اللي صعد جمهوره. أي. ما نعم. هسه يعني الجمهور من لحد الآن. هسه الجمهور جاي يقول إنه يا أكثر مهوال عند يشوف مشاهدات. لا المشاهدات. حبيبي عوف المشاهدات. مو قياس. عاملونه على الجمهور. لا عوف لنا اليوتيوب وعوف لنا المشاهدات وعوف لنا يعني هو تم احترامات كل مهاويل هو اللي يحمد بروحه يعني تعتمد عليها. أنت إيش معنى اللي يحمد بروحه يحمد بروحه؟ مو أنا هوساتي كلها هيك. إي نعم الشعر مالي كلها هيك أنا علي يحمد بروحه أحكي واقع حال. مال أنت تميز روحك. إي. لا عليها أساس. خلي الواد متميزك بالفعل. اي نسمع هوسه منك. تسمع منه احكي لك واقع حال. واقع حال. اي انا مال هوسه ما تاكلي عندي احكي لك اكثر. اي وانا هم على كله سولف لك. يقول غمغم الوقت منعول. اي جل السامع. غمغم الوقت منعول صعد ناس مو يمها وخلى الروس صار الذيل والغمان قدمها. الله الله. رطينا وما لها حلال. مو ياهل يجيها يقوم ويفهمها.
غمغم الوقت منعول صعد وين المخربط وخلى المال دور وصيت يحكي بزود وتقلط ايه وبحلق الملزق ذاك شفت على الزلم يغلط ايه يحمد بروحه الله كريم غمغم الوقت منعول ايه غمغم الوقت منعول صعد ناس ما تسوى او خلى السيب بيد هواي واد موشه هالنخوه وخلى المال صاحب دور ما ظلت بعد خوه غمغم الوقت منعول صعد ناس هتليه وخلى سباع ناس هواي نامت بالغريريه يا حي وخلى الموشه على الديوان تحكي على الكباريه وشلون العاقة الشيخونة الله الله اسمع واسم الرحيم اذا كانك تريد تصير فوق ويا النجم تنعد خل اخلاقك وملقاك بيهن كل جرح يضمد مرات البشر بعيون ناس هواي مو من البشر ينعد مرات البشر بعيون ناس هواي مو من البشر ينعد احتمال تله من تطب ديوان مو شبحتك على الناس تتمزهد واذا جنحك نشط لا توقف ويا الريح لان شما يطيح بهبه تتبربد شاعر ما تصبح لو انموش انسان لو تحكي الجزر والمد واذا عدك جفوف طوال يا الحايوف انا ناطور ثايه واقف على الحد شاعر ما تصبح لو انموش انسان لو تحكي الجزر والمد واذا عدك جفوف طوال يا الحايوف انا ناطور ثايه واقف على الحد اسمك ما يظل عايش لو ان تموت واسمه بوسطة التاريخ يتمجد الله اسمك ما يظل عايش لو ان تموت واسمه بوسطة التاريخ يتمجد انا التارس حلوق هواي بالميدان والوادم علي تشهد او احنا علمنا الوادم كيف تهوس بالميدان الله الله علمنا الوادم كيف تهوس بالميدان نعملكم اعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة فاصل ونعود إليكم رباط وهوسة عدنا إليكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الطليعة الفضائية بعد أن سمعنا مجموعة أهازيج حقيقة عندي سؤال للشاعر والمهوال حيدر المالكي بكرار أشوفك تستخدم الواقعية أكثر من الخيال ليش؟ نعم إيه طيني الإعداد من يمك إيه أنا سمعك الواقع واقعي؟ اي ماك مشكلة راح تهوس بواقعي راح تهوس سمعك واقعي طبعا هو أحسن من ال وراح ننتقل مباشرة إلى سيدنا إلى المطارد أنا منطق يا؟ اي عزلنا اليوم البرنامج هو أنا كفى منا وكفى يا ريت اي الله يعزك اي أريد نسمع واقعي حد واقعي؟ اي ومن عندك ننتقل للمطاردة راح نترك لكم نعم تستاهل حتى الله يسلمك حتى راحتكم بالمطاردة تقلهم حيل أحبه ومنا ما غير وسهم بين الضلوع تبات والسير وشب قنك وقولن ضلع القصير تجرحن وتضحك والشافة تقلهم حيل أحبه وغيره ما عدي وسهم طبعك وياي ونايم بكبدي واي جروح بي منين اريد ابد واحد يتعيل بالثاني تقلهم حيل احبه وعايش ببالي وطول بطول تتمشى ويحكي التالي عليتك بدي عليتك بدي انا وصرت عالي سكت لا نزدك يا العالي تقلهم حيل احبه بكل رهاوه وصوت وانت اول شخص تتمنى لي الموت منك ما سلم ميت ولا تابوت والميت ما خلص روحه تقلهم حيل أحبه وعايش بروحي
تقلهم حيل أحبه وعايش بروحي وتكون بالملح والذب على جروحي. الله الله أنا الفوقك كانت عالية سطوحي وخليت البيدك متلوحة. تقلهم حيل أحبه وكشختة تهمني وأول ما طحت على القاع أنت أول بشر ذمني. أول ما طحت على القاع أنت أول بشر ذمني. قلت لك من نهد كونك تطق عداي ما قلت لك تجين بظهر تطعن. الله 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 وبالخنجر من خل سويته. تقلهم حيل أحبه وتحكي لي في يدك وانت جفوف دي قصيت حن بيدك. تخاول ما يحبك ليش وتفارق بلي يريدك وتخاول موش أهل البيضة. تقلهم حيل أحبه وغيره ما جامل وبي السوم وسط السوق وتعامل. شنو قاطع عليك الماي لو منك شتل شاتل. لو ليلة عرسك مقطوعة قاطع عليك الماي لو منك شتل شاتل. لو ليلة عرسك مقطوعة. تقلهم حيل أحبه وروحه عاشقته وتحاكينا حتو ظليت تتهدد علي انت. الله الله أملوحة زاد بين شفاك وأنا زاد جربت ما يغطل ينكر يا زادي. تقلهم حيل أحبه ومرتفع قدري وأنا الما عد حظ وياك من زغري. الأخرس الأخرس صاحبيته وسولف بظهري وفهمهم. الأخرس تقلهم حيل أحبه ومرتفع قدري وأنا الما عد حظ وياك من زغري. الأخرس صاحبيته وسولف بظهري وفهمهم من عشر بيد فهمهم. الله 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 احنا نستمر احنا بالمطارده والله حقيقه مستمتعين بالمطارده. الاستاذ المخرج يأشر لنا انه اكو وقت نسمع بعد منهم هزوج حتى من بعدهن ننتقل للارتجال. اذا الاستاذ المخرج يأشر لنا اكو وقت نعم نسمع بعد منكم هوسات. أيه. أنا مستمتع جدا بهوسات. الله يبارك. حتى الإعداد أخذها بعد. أي ماطي ماطي. أنا حافظ الأسئلة. يلا بكرار. بكرار نسمع هوسة منك. حتى ننتقل للارتجال. تسمع منهم هوسات بعد. أي أي تأمرون أمر. الله يسلمك ما يأمر الإغضال. صدق سويت أنت وبعد ما ترجع. أو صدق لو طيح يمك علي ما تفزع. هيك بهالسهولة تريد من روح وقلب تطلع. جبت عمرك علي جوعان تنهش بالسنين ومن ما تشبع. الما عده قناعة وراي من تحط لها يا الدنيا ما يقنع. أنا أقرأ الزلم وجهه قفى بهالشوف. يا هل وجه حر ويا هل مبرقع. تضحك بالوجه ظنتك اخوي الصير وانت اللي على صدر تريد تتربع. اي تضحك وراضيت ورد نفس الحال راضيت ورد. الله 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 عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله عليك. ننتقل للارتجال. نعم. طبعا راح ابدي يمك. تفضل. سالفه قصيره اريد من عندها تقتبس لي من عندها هزوجه. رواية هي أنا قرأتها بأحد الكتب. يقول في زمن النبي الله سليمان. نعم. هاي الرواية موجودة. يقول أنه أكو حمامة طير جاي يريد يشرب مي فأكو جهال يلعبونه وكذا. بقى مبتعد هذا الطير ليش؟ لأنه خاف يضربونه وكذا يصيدونه. فخلى لمن يروحون هاي الأطفال فإجي يشرب مي. إيش وقت من شاف له رجال شايب مسن يجي يتعكز جاي لهاي البركه مال الماي هوش. فمن شافها جاي تشرب ماي هي هاي الحمامه ضربها وصوبها بجناحها. فهي يقال انه شكت للنبي الله سليمان عليه السلام قالت له انا انغريت بشكله. الله شوف السالفه هنا اريد ارتجال. انغرت بالله انغريت بشكله. انا كنت شارده من الاطفال بس انا انغريت من هذا الشايب لانه شفته يتعكز وكذا. الشكل اللي يغر الإنسان يعني. لا يغرك كبير وواحد صغيرون. لا يغرك كبير بين أبوين نفسه.
لا يغرك كبير وواحد صغيرون، ولا يغرك المظهر لا يغرك لون، ترى كل من فعله ولا تقول شلون. ترى كل من احنا اهل الملعب نحكم بي، احنا اهل الملعب. الله 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 يعزك. رحيم الغراوي حبيبي سيد، من سوالف اهلنا قبل، نعم، يقولون شايب شاف الاغراب او غراب قال لابنه، قال لا تامن للفلاح، قال له ليش؟ نعم. قال له اذا دنك على حجارة زين راح يهفك بيها. اها. ابن الغراب ايش قال له؟ قال له انا ما اخاف من اللي يهفني بيها، اللي يدنك هذا يدنك ويرفع نفسه ويهفني. نعم. انا خايف من حاط حجاراته بعبه. الله. فموضوعي طلع عشطن منه. فموضوعي على سرعة البديهية. نعم. اريك ترتجل لي على الارتجال. ترتجل على الارتجال. الرجال اشكال بالديوان، كل من يحكي ترتيبه. ها هاي البديهية. الرجال اشكال بالديوان، كل من يحكي ترتيبه. كل من يحكي ترتيبه. بيهم سنة يفكر من يطب الديوان، بيهم حاطها بجيب. الله الله الله. اي. بيهم سنة يفكر من يطب ديوان، بيهم حاطها بجيبه. بيهم حق بيده وضاع، بيهم يمشوا ويجيبه. الله. وبيهم لومتها يطق روحه، بيهم لومتها. الله الله, الله الله عليك. الله, الله يسلمك. الله, الله عليك. حقيقه مبدع. هو هذا هذا الارتجال على الارتجال من النوع الحاطني بجيبه. الله يحفظكم. هاي انت اللي نخاف من عندك. أيوة الله يعزك. الله يديمك. رجال فقير. الله يسلمك. شكرا لميسان التي انجبت رحيم الغراوي. انت اهلك نشامه وماطخ وتلين، وانت اهلك سباع وبالفزع مرين، انا الممنون منك يا ابن ياسين. الله يسلمك. تحياتنا لكم وممنونين على حسن الضيافه. الله يسلمك. شكرا جزيلا لك. شرف. الله يحفظك. الله يخليك. حيدر المالك حياك الله اخوي. حياك الله. الله يعزك. كلمه اخيره للبرنامج. شكرا قناه الطليعه، وشكرا للمخرج. نعم. طه ياسين. الله يسلمك. وشكرا لكم، والله يسلمكم ويعزكم يا قلبي. في دوار الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. في دوار روحكم. اعزائي المشاهدين مشاهدي قناه الطليعه الفضائيه، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. الى مهوال اخر ومبدع اخر، نلتقيكم في امان الله. في امان الله. شوف اشباها وينزل، هاي شوف اشباها وينزل، دار بنادم مثل الطير. 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 شوف اشباها وينزل. موش بذيله منا بس، موش بذيله، موش بذيله منا بس، موش بذيله، موش بذيله منا بس. روس الخيال شايل قهوة تعدل، روس الخيال شايل قهوة تعدل، روس الخيال شايل قهوة تعدل، روس الخيال.